متابعي بنكير في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وجولة إخبارية جديدة هنتابع فيها آخر التطورات في القطاع الاقتصادية وكل ما هو جديد في عالم الاقتصاد، والبداية دوما بالعناوين. الذهب يواصل قفزاته الجنونية وجرام 21 يصل إلى 2350 جنيها. هيئة الاستثمار تخفض المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس. المالية موديز أبدت تفهماً لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات. تنمية الصادرات يصدر شهادات الشريحة الثانية من مبادرة السداد الفورية. انتهت العناوين الرئيسية وإلى تفاصيل الأخبار ولكن بعد الفاصل. بانكير نبض البنوك. شهدت أسعار الذهب في مصر زيادة قياسية خلال التداولات لتسجل ارتفاعاً بمقدار 200 جنيه للجرام 21 تقريباً في أقل من 48 ساعة، والذي وصل سعره إلى 2350 جنيهاً، وذلك بعد تذبذب في نطاق ضيق من التداولات لأكثر من شهر وسط انخفاض أسعار الذهب عالمياً. وكشف تقرير جولد بليون عددا من الأسباب التي أدت للارتفاع الكبير في أسعار الذهب بمصر، والتي أثبتت عدم تأثرها بتغيرات السعر العالمية سواء خلال تداولات اليوم أو خلال الفترة الماضية التي شهدت تذبذب في نطاق ضعيف، بغض النظر عن الارتفاعات والانخفاضات التي سجلها سعر الذهب العالمية. كما أشار التقرير إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً في مصر ما كشفته وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أنها تجري مراجعة التصنيف الائتماني لمصر بهدف خفضه بعد أن خفض تصنيف مصر الائتماني قبل 3 أشهر ليصل إلى التصنيف الائتماني الحالي عند B3، أي ما يعد أقل ب6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية. كما أن مؤسسة سيتي جروب الأمريكية بالفعل خفضت نظرتها المتفائلة للسندات المصرية بسبب التقدم الضعيف في ملف بيع الأصول الحكومية، وأنها قد تكون غير كافية لتلقي المخاطر الاقتصادية. خفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد تأسيس بغرض توفير الوقت والجهد المبذول من المتعاملين وموظفي الهيئة. كما قال حسام هيب الرئيس التنفيذي للهيئة في بيان اليوم الجمعة إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل اتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وفقاً لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية مصر 2030. أكد دكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع تصنيف الائتمانية السيادية لمصر بالعملتين المحلية وكذلك الأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة 3 أشهر إضافية يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويبدي تفهماً لما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية تؤثر سلباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحاً أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة، التي أشار إليها تقرير موديز. أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفورية بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية المصرية. كما قالت الدكتورة أمال الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية. إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، نلقاكم في نشرات وتغطية أخرى. كنت أنا معكم عبد المنعم إبراهيم، تقبلوا خالص تحياتي وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.